بالباهي ربح. بالباهي؟ نعم. بالباهي ربح. ربح. فالزايد سي ربح؟ زايد 26 جانفي 37. 35. وين زايد؟ في زوبيريا. نعم. الدوار موكورنو. الأب تاعك؟ بالقاسم. بالقاسم. والأم؟ الأم عطاب حليمة. حطاب. عطاب. عطاب حليمة. حليمة. الحاج كيف كانت الوضعية تاعكم اجتماعية قبل الطوفان؟ كنتوا عايشين؟ أنا كنت عايش في الباح بسيط ما عندي والو. أيوا. في 55 في الآخر الخريف نتحصدوا نتحصدوا بيدينا. جاو لنا جماعة تاع المجاهدين. وش معنا الحاج؟ في الخريف في الخريف في 55. 55 صحيح. في الخريف 55. أيوا. جاو لنا جماعة فيهم اللي نعرفهم واللي سموني عطاونا أساميهم نعرفهم وفيهم اللي ما نعرفهم. شو المثل اللي تعرفوهم عطاونا أساميهم؟ نعرفو يقول له إسماعيل. إسماعيل كيفاش؟ تصورت إسماعيل؟ اسم إسماعيل. إسماعيل صح. صح. هذا هو الحقيقة هذا. صح. وكاين عنتر. وكاين مصطفى لكحل. مصطفى؟ لكحل. لكحل صح. هذو جاو ودار لنا اجتماع جمعية عامة. وداروا نشاطة باش يبداو مسلمين في التخريب وكذا والى اخره. صافي في 56 بديتوا الخدمة. دينا انطلقنا في 56 دينا. باش كلفوا كلفة؟ انا كنت كمسبب. مسبب. في فوج التخريب. كونا فوج. التخريب. نعم. كونا فوج التخريب. تخريب برك كان حاجة فقط قبل بها؟ حسيت جايك. من بعدها من فوج التخريب أصبحنا فوج مسلح. كيفاش مسلح؟ أصبحنا مسلحين جنود عادي نورمال كما الجيش. سيقول ألوان؟ سيفيل ثم مسلحين. لا لا عسكر أصبحنا جنود. بدو عسكري؟ أي صح عسكري. أصبحنا عسكري في 56 دخلنا عسكريين ديريكت. في 56؟ أي. أيوا. بدينا نديرو العمليات نروحو نضربو الخوات. الخوات ما كانش نضربو الجدرمية. من الجدرمية تاع الحمراء هنا بين الامبيسكات انا وجماعة اخرى خطار الشحية خطار الدار وبطاش عمر وجماعة وحدة اخرى راه مرحبا وكاين واحد الطفيل هو عنتري في العصر يقول له عبد القادر لويثو كنا لامبيسكات هنا انا محمد اللي هو محمد الشاعر كما قالوا شومان هذو دار لامبيسكات ديك وضربناهم بالسينار الشامبيط والمير ولحقتنا العسكر خلينا مهرب وش من عام هذه في اول 56 56 في اول 56 وش ممكن في حاله في جهه مارس هكذاك أول ما الثانية ودينا نستعملوا الجور هنا طفينا الجور هنا في حدو هنا حرقنا المنوال الكولوم تاع الكولوم وش من سنة؟ في 56 دام 56 دام الكولوم 56 56 ومن بعد هذيك السنة أصبحنا في السيتيون تاع القسم يشرب علينا ربوح الله يرحمه وجلول وبشير هذو هما الاسماء اللي كانوا موجودين عندنا بصح النظام يمنعنا باش نقولوا له انت منين ولا كذا ولا هذه اللي راهم يهضروا على الناس يقولوا انت كنت بلاص فلاني ومن بلاص فلاني انا نقول تكذب لا 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 ما كناش نسخسوا شكون فلان هذا سمعت انا خويا راه معايا في النظام عايش وياه انا ما نقدرش نسميه الاسم اللي كان موجود معايا درنا مسكات في مكان يسموه بزيدية ماتنا جندي في المكتية ربي يرحمه زيدية اي زيدية وشو العام حاجة هذه في اول 57 وباش بماذا انتهت هذه العملية هذا انتهت بستة عسكر موتى ايوه وماتنا جندي
اللي سنتو هما ماشي عارفين قداه، ولكن الموتى كانوا قابلين لنا ماشي بعد منا، كان لانهم كانوا في الفراش كانوا قابلين لك ورميتهم. صح، هذه عمليه ودات ضاقت الامور. من بعدها النظام وسع النظام تاعو، انا رحت اصبحت حارس بجماعه على المستشفى تاع الجيش التحرير الوطني اللي يشرف عليه سي علي، طبيب اسمه سي علي. كنت حارس عليه؟ نعم، حارس في ذاك المركز. حارس على مركز مستشفى؟ نعم، مركز مستشفى. نعم. وش مسمى الحارس؟ في اخر 57. تحت اشراف من؟ طبيب اسمه مصطفى. مصطفى، طبيب مصطفى. نعم. وين كان هذا المستشفى؟ المركز هذا وين كان موجود؟ ما بين بني حسن، ما بين بني حسن، احنا كما نقول لك هنا كان موجود ما بين بني حسن ولاد عطار. ايوا، ما بين بني حسن ولاد عطار. بني وكل اللي يعرفوه حسن وبني عطار. بني حسن وبني عطار. كان معايا عبد القادر الميثو، عريف يعقوب، عبد المجيد الشادي المحمو، عبد القادر مزال قيد الحياة، معايا كربان مزال قيد الحياة، محاق لابا مات ربي يرحمو، صايب مات ربي يرحمو، بن هبيلة مزال في الدالية، في البقار، محمد العيشي مازال قيد الحياة، مازالوا كانوا معايا موجودين نشرفوا على الحراسة نتاع السبيطار حتى الوقت اللي جات فرزة دخلت الاتصال كشفت المكان هذاك ومات الجماعة تم وصار اشتباك ما بينه وبينهم، ما بينه وبينهم ماتوا ستة جنود تما والعسكر ما نقدرش نقول لك العدد، ما نجمش نقول لك باسكو الاشتباك دام حوالي ساعة ولا يسهل وين راح. اشتباك هذا في السنة دام 57؟ لا لا، في 57. 57 انا لوكا حنا نخرجوا من 57. من بعديا مسلوني مسؤول مركز. مسؤول مركز؟ الدلاع. مسؤول مركز الدلاع؟ نعم. شنو السنة؟ في البداية تاع 58. 58 صح. ايه. هو كانوا مركز تاع المركز نتاع الجيش منا نتاع التموين قابلنا اللي يشوف عليه عبد الرزاق قربوسي موجود في الأولية، وكان عندي طيور كثيرين شادين حاسين خاصة الخياطة يقول سي بن عيسى ربي يرحمه ولدو في حمزة لقيد الحياة، وعندنا من بعدها مثلا طلعوني رحت الترونس تاع الولاية. درت ترونس تاع الولاية ومن بعدها جولت حتى جبل بحيل حتى بوسعدة مع رفقة جماعة كنا رحنا في مهمة وجينا ما رحناش المهمة تاع عمليات درنا عمليات ولا رحنا لجا المهمة كان مكلفين بها رحنا قضيناها وجينا. كي رحتوا ثم الجوايد جبل بحيل شنو تلاقيتهم كاش مسؤولين هما؟ نعم، لقينا السي الحواس ربي يرحمه والتقينا بجماعة داخل ما نعرفوهمش في مكان تقريب شرق قرب وسعد من هناك، وعلى بالك اللي ما يروحش يقعد مدة هو يدور في بلاصة ما يقدرش يعرفها. صح. كان معايا واحد يقول له عنتر ومعايا واحد يقول له مصطفى لك حل، هذو كانوا معايا في ديك في الجولة هذه وين. ومن بعد انا بقيت نخدم في الطرس تاع الولاية حتى تقريبا 62، هذا هو الكلام اللي هو موجود وخدمته، خدمت انا المهمة تاعي اللي خدمتها وتبارك الله. ما نجحش الحال، ما نجحتش. نجحت زوج خطرات ولكن جرحتي بسيط.
بسيطة ماشي جراف. وش معركة البكاء اللي انجرحت فيها؟ انجرحت في معركة في 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 قندرين، يسموها قندرين. معركة قندرين؟ ايه قندرين. قندرين. وش متى قندرين يعني؟ في 58 نقا احنا في 59 مش 58. 59 غير من جهة؟ عاد الرونسي احنا عندنا في بقرن. بقرن. ايه. وويندو كان معايا الحاج العربي الله يرحمه ولا بن زرحي ولا ما نجيش نقول لك كان معايا يحيى بوينان في الوقت اللي وقع الاشتباك كان معايا واحد من شرشال يقول يحيى كان مسؤول الكتيبة ومن بعد عطاو الجماعة كاع ديال المهديين ودوك في الطرس تاع الولاية وكان يجي لي الشيخ علوي إن هو والسادة قوة جماعة وكانوا في تخدم الطرس تاع الولاية كنا في الليل نهضروا مع المروك مع وراح جا وبلي قلت لك نسيتو معليش كنا متصلين بجماعة نهضروا معهم دائما من الوحدة لأخرى نخدم الطرس تاع الولاية كان معايا واحد يقولوا مضي حسين مضي كان معايا واحد من نوهام يقولوا محمد كان معايا عبد الرحمن من ثم من ولاد وحشرة كان معايا جماعة كبيرة وما كانش اللي يخدم وحده ولا كان يخدم وحدي إلا كانت مع الجماعة تاعو وهذا جاء بارك الله فيك بالصحة إن شاء الله وربي يجزيكم آمين إن شاء الله وإن شاء الله نطلب ربي نطلب رب العالمين إن شاء الله تكون الكلمة على حقيقتها آمين إن شاء الله وما يزوروش الكلام هذا هو خطرها مش مليح آمين هيضر